فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بالقصر الرئاسي نائب رئيس الوزراء الصين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي. رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كابادي يترأس الجلسة العادية لنواب الجمعية الوطنية حول كيفية إنشاء دارا للمرأة. وزير الثروة الحيوانية يعقد اجتماع عمل بمقر الخلية الدائمة للتنمية الريفية حول مشروع استئصال ذبابة تيسي تيسي والقضاء نهائيا على مرض النوم. النشرة الرئيسية لهذا المساء، أهلا وسهلا بكم. استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نائب رئيس الوزراء الصين عضو المكتب السياسي لحزب الشيوعي. تناولت المقابلة العديد من القضايا السياسية والتعاون بين البلدين. عثمان عبد الغني. بدعوة رسمية من الحركة الوطنية الإنقاذ الحزب الحاكم في تشاد، وصل منذ يوم أمس الأحد 24 يونيو إلى البلاد السيد شين مينر نائب رئيس الوزراء الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومن اللجنة المركزية للحزب بلدية الشوكين الصينية على رأس وفد صيني رفيع المستوى. وخلال 72 ساعة من زيارة عمل رسمية للبلاد التقى خلالها مع عدد من المسؤولين السياسيين والحكوميين. جاء الوفد الصيني لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو باعتباره الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ الحزب الحاكم. المناسبة حضرها الأمين العام للحزب محمد زنبدة وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. خلال هذه المقابلة أكد السيد شين مينر عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مدى جدية الأمل التعاوني بين الحزبين الحاكمين في البلدين بهدف تقوية وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في شتى المجالات التي تأتي بالمصلحة للبلدين في تشاد والصين الشعبية، مشيدا بالتعاون والتواصل القائم بين الحزبين وجهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو التي تخدم دائما المصالح المشتركة بين الحركة الوطنية للإنقاذ والحزب الشيوعي الصيني ومساهمته الفعالة في التنمية التي تشهدها تشاد. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من جانبه شكر الحزب الشيوعي الصيني على تلبيته للدعوة المقدمة من حزب الحركة الوطنية للإنقاذ. في نهاية اللقاء صرح الناطق الرسمي باسم نائب رئيس الوزراء الصيني للصحافة بأن هذا اللقاء كان مميزا وناجحا في شتى المجالات، حيث تمت فيه مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين. ونشير بأن الوفد الصيني حمل معه دعوة من الرئيس الصيني إلى نظيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لحضور القمة الصينية الإفريقية التي من المتوقع انعقادها في سبتمبر المقبل بمدينة بيجين الصينية. هذا ولقد وصل الوفد ليلة البارحة، الوفد من الحزب الشيوعي الحاكم من الصين إلى البلاد، والوفد كان بقيادة عضو المكتب السياسي والرجل الثالث في الدولة الصينية، حيث تم استقبالهم من قبل الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادة وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب. التفاصيل لدى الزميل محمد عثمان بشير. 8:45 بالتوقيت المحلي لمدينة أنجمينا من مساء الأحد 24 من يونيو الجاري، وصل الوفد السياسي الصيني رفيع المستوى بقيادة الرجل الثالث وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم بجمهورية الصين الشعبية السيد شين مينر، حيث كان في مقدمة مستقبله بمطار حسن جاموس الدولي الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بدا وعدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني للإنقاذ. شين ماينر لم يكن وحيدا في هذه الزيارة، حيث كان معه عدد من معاونيه في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين PCC. وفي صالة الشرف والاستقبال لكبار الضيوف بمطار حسن جاموس الدولي، تطرق الجانبان أطراف الحديث التي تعبر عن متانة العلاقات بين الحزبين الشقيقين. هذا وسيكون في جدول أعمال الوفد الصيني الذي يقوم بزيارة عمل تستمر على مدى 72 ساعة العديد من القضايا ذات الاهتمامات والمصالح المشتركة بين الحزبين PCC
الحزب الشيوعي الحاكم وMPS الحركة الوطنية للإنقاذ اللذان تربطهما علاقات قوية وأزلية القدم والإنجازات. وزير الثروة الحيوانية يعقد اجتماع عمل بمقر الخلية الدائمة للتنمية الريفية. الاجتماع يهدف إلى إطلاق مشروع استئصال ذبابة التيسي تيسي والقضاء نهائيا على مرض النوم في إقليم مندول. يشارك في هذا الاجتماع خبراء وباحثين إضافة إلى الشركاء الداعمين لهذا المشروع. خالد موسى الحاج. تعتبر ذبابة التيسي تيسي واحدة من الحشرات الضارة والمؤذية التي تتسبب في قتل البهائم وإصابة الإنسان بمرض النوم، كما يعتبر إقليم مندول من البؤر التي تنشط فيها هذه الحشرة، الأمر الذي دفع بالسلطات إلى إجراء دراسة في إطار المشروع التجريبي للقضاء على هذه الذبابة. وفي هذا الإطار احتضن مقر الخلية الدائمة للتنمية الريفية معا تحضيريا للبدء في إطلاق مشروع استئصال ذبابة التيسي تيسي في إقليم مندول. في مستهل الاجتماع تحدث مدير عام معهد بحوث الثروة الحيوانية من أجل التنمية أدم جوجة متطرقا إلى أهمية المشروع، مشيرا إلى المرحلة الأولى من المشروع الذي شمل كيفية التقليص من هذه الذبابة والتقليل من حالات الإصابة بمرض النوم في المنطقة، أما المرحلة الثانية فهي تهدف إلى الاستئصال بالشكل النهائي لذبابة التيسي تيسي عبر مكافحة تناسل الذباب بواسطة تقنية نووية لتعقيم ذكورها. وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني جايانغ سواري أشاد بمبادرة المعهد في إطلاق هذا المشروع الحيوي الذي يهدف إلى حماية الإنسان والحيوان، وأكد أنه بعد مرور 4 سنوات من الكفاح والمتابعة لوحظ خلالها تراجع نسبة تجمعات الذباب، إلا أن الأمر يتطلب مجهودا إضافيا، وإذا هذا الوضع فقد قام المعهد بالتعاون مع الشركاء وبدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإعداد هذا المشروع لاستئصال ذبابة التيسي تيسي ومرض النوم عبر تقنية إطلاق الذكور المعقمة، كما دعا المشاركين في هذا الاجتماع إلى طرح المقترحات الجادة. هذا ونشير إلى أن الاجتماع يستمر 2 من 25 وحتى 26 من الشهر الجاري، وسيدرس خلاله المشاركون حالة مكافحة مرض النوم في الإقليم وعرض المشروع من كافة جوانبه والتخطيط لإطلاقه من خلال الوقوف على الاحتياجات والإمكانيات والمعدات الضرورية لذلك. فيما يتعلق بتسهيل استخراج وثائق السفر كالبطاقات الوطنية والجوازات السفر للحجاج الجاديين، أكد رئيس اللجنة التنظيمية للجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة إدريس دوكني الدكير أن اللجنة أكملت كل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لتسهيل وضمان حج آمن للحجاج الجاديين. نستمع إلى جزء من حديثه. الكارد دانتيتي ما شيء بدار ما بنتو باسبور للحجاج. كان سوينا اجتماع مع المدير الأمن للشرطة تشاد في همانة حج معروف حج باسبور حقا بسو في 3 يوم بس. من ما نظام ده خطينا ما لقينا أي صعوبات، لكن قلنا من ما نادم ده كفة ده قلنا رشي هنا الكفين ده يكفي لأنه يمثل زول ده تانيه كل شيء شافو أكدو عشان ده يكفى. تريك أن السعودية شيء كقصر لنا كما في كان بالنسبة للسكن في مدينة خلاص جاهز، كان بالنسبة للترانسبورت أنا الحجاج الباصات أجرناه الفلوس كفينا، بالنسبة للسكن في مكة أجرنا الفلوس الأفانس أنتنا، بالنسبة للميناء كل شيء كفينا، حتى السنة شلنا فراش مثلا لادرادو شندل للحجاجنا عشان ما يرفضوا في ترابتي، كل شيء بالطريقة هنا جائزين. بس لكن هنا زي ما قلت في تشاد عندنا صعوبات شوية، ما صعبة لكن صراحة الأجانس دي فواياج كان هنا شلنا 10 أجانس دي فواياج. زي ما تعرفوا اللجنة هو ما يستقبل الحجاج، الحجاج هم الناس اللي بيستقبلوا ناس الأجانس دي فواياج، الحجاج بمش مكان أجانس دي فواياج بسبوق رسم هناك يخلو باسبور هنا، اللجنة الأجانس دي فواياج هم بيجيبوا لنا حاجة الإجراءات هنا نحن ندخله في السيستم الإلكترونية عشان نفتش الفيزا.
عرضت قوات الدفاع والأمن بمحافظة حرز البيار عدد من المتهمين بسرقة الإبل والدراجات النارية إلى جانب الهواتف النقالة، تم عرضهم أمام وسائل الإعلام العامة والخاصة بحضور حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبرين وعدد من المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة. حسين النور. متابعة لدوراتها الأمنية التي تقوم بها قوات الدفاع والأمن بإقليم حجر لميس وتحديدا مدينة المساقط محافظة حرز البيار، تم القبض على مجموعة من المتهمين يمثلون ثلاث شبكات مختلفة، الأولى مختصة في سرقة الإبل والثانية متفننة في سرقة الدراجات النارية، أما الشبكة الأخيرة فمختصة في السطو على المنازل وسرقة الهواتف الذكية. كل هذه الشبكات تم تفكيكها بفضل الجهود التي تقوم بها قوات الدفاع والأمن بإقليم حجر لميس. اللي قدام ده أي زول خليه يمشي يفتش له خدمة، يخلي السرقة ده خير. أنا الأمن ده ساهر وأدانه واعي، ما ممكن من هنا قدام ده أي سراق يفلد من قبضة الأمن. من ناحيته حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبرين أبو بكر قال إن الإقليم في الآونة الأخيرة أصبح مثلا يهتزى به في الناحية الأمنية، لذا شكر قوات الدفاع والأمن على هذا العمل النبيل، طالبا منهم مواصلة العمل على نفس النهج. من شهرين أكثر من 5 سيارة مسكناها في هذا الخط، ده كله بجهود قوات الدفاع والأمن وكذلك الاستخبارات والشرطة الوطنية، كلهم صراحة لهم مشهود كبير جدا في هذا الإطار. نحن نشكرهم جدا، دائرين نتكلموا لكل الناس اللي سووا لهم أنفسهم سواء في سرقة الإبل أو الدراجات النارية أو السيارات أو اللي كسروا محلات الناس، نقول لهم البرنامج ده انتهى ولا. ومن المنتظر أن يقدموا هؤلاء المتهمين إلى المحكمة ليأخذ القانون مجراه. ترأس صباح اليوم رئيس محكمة الاستئناف بمدينة أنجمينة جلسة الحكم على عدد من المتهمين بحضور مدعي العام لدى محكمة الاستئناف مختار عبد الحكيم وعدد من المستشارين بحر الدين عبد الشافي، وتفاصيل هذه الجلسة. بعد الحكم على المتهمين الأربعة وهم الجنرال موسى سليمان آدم وسبي محمد وعبد الرحمن جربو والأخير عثمان يوسف، وجهت لهم المحكمة تهمة قتل، وبعد المداولات حكمت لهم المحكمة بالسجن في 11 أبريل 2017. وقد تم استئناف الحكم على المتهمين عام 2018، وقد درست المحكمة ملفات المتهمين بقتل 9 من نزلاء السجن في طريق جرمية. وخلال الجلسة وجهت أسئلة إلى المتهمين وأكدوا للمحكمة بأنهم قاموا بهذه العمليات طبقا لعاداتهم وتقاليدهم العرفية. كما تطرق رئيس محكمة الاستئناف إلى الجوانب القانونية موضحا بأن كل من يقوم بمثل هذه العمليات يعرض نفسه للتساؤلات القانونية أمام المحكمة. المدعي العام لدى محكمة الاستئناف مختار عبد الحكيم دوتم أوضح بأن الحكومة لا تسمح لمثل هذه العمليات الغير إنسانية ولا حضارية، وأنها تمس كرامة الدولة. وفي اللحظات الأخيرة أصدرت المحكمة حكما على المتهمين بالسجن لمدة مدى الحياة. عرضت قوات دعم الإيرادات مواد مهربة ضبطت في مراقبات متعددة قدمتها إدارة الجمارك بحضور المدير العام للجمارك أحمد آدم والمزيد. إيمانا منها في التحكم وضبط عملية التهريب التي يقوم بها التجار بجميع مداخل ومخارج المدن، عرضت قوات دعم الإيرادات هذه المواد المهربة إلى المدير العام للجمارك، وذلك من خلال هذه المناسبة. المواد التي عرضت عبارة عن أدوية مساحيق تجميل، أسمنت، ملح، سكر، كراتين الكحول، دقيق، قطع غيار، بنزين، مضخات مياه ومواد أخرى. استولى عليها القطاع رقم 1 حجر لميس شريبة قرمي إنجمينة. في مدة قصيرة لسا ما تم الترمستر ده أفور الهمانسو و ماما الهاسة كربو هنا ده كله نسلمه لنا سنة دوان ليه بيسو إجارات نام والغرزة بفرسي في كونتانا تريزور ببليك والهمام ما نسلمه للدوان ميدان نسلمه للسيرفيس البكونسرنة يخصه
لديتروير عشان هما من دا يخطى في أنا بوبولاسيون في دانجي. وقد سلمتها لإدارة الجمارك لتقييمها ثم تحويل إيراداتها للخزينة العامة للدولة. وبعد تسلمه هذه المواد أدلى المدير العام للجمارك بما يلي: وكربو دا ما ساكت كربو لتقدم على إيكونومي على بلد التجار دا مفروض لهم يجبوا البودا بطريقة رسمي يهدو جمارك وجمركو والحاجات البندس بعد الجمارك دا بمشي في التريزور لحكومة تكتفوق حاجات ما حاجات لسه ناس أول بسو بجيبوا خمام بفروض دا ما فروض بجيف لو ما بجيف القوات النفار والهندوان كله مشتركين ويهربوا أي طريقة نفروض البتان باسل في بلد. يذكر أن هذه المواد تم ضبطها في عمليات مختلفة داخل القطاع رقم واحد وأن مثل هذه العمليات تضر بالاقتصاد القومي. ترأس صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي الجلسة العادية لنواب الجمعية الوطنية حول كيفية إنشاء دار للمرأة بحضور عدد من الوزراء المعنيين. حليمة السعدية يعقوب. كانت فرحة النساء الحاضرات بقصر الديمقراطية قضاة اعتماد مشروع بنعم 148 وذلك بعد رد الوزيرات على الأسئلة التي قدمت من بعض نواب الجمعية الوطنية حول كيفية إنشاء دار المرأة وذلك تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور والمادة 44 من اللائحة الداخلية للجمعية الوطنية. في الكلمة التي ألقتها وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني الدكتورة أرجون جلال خليل قالت بأن وجود دار المرأة يعود تاريخه إلى يوم 20 سبتمبر لعام 2012 للتعاون الثنائي بين تشاد والصين بدورها الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم مهم النور. أكدت بأن دار المرأة هي نتيجة للسياسة المتمثلة بدمج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما وزيرة الري والإنتاج والمعدات الزراعية بياسيندا ليدي فقد أوضحت بأن إنشاء دار المرأة هو أمل لبلوغ أهداف يسمح للنساء بالتفكير على النحو الأفضل لإدراك تحدياتهن. والجدير بالإشارة بأن دار المرأة تم تدشينها منذ 1 مارس لعام 2015 من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو. قدم وزير الوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي علي أمبدو بودومي قدم بيانا صحفيا بمكتبه دعا فيه جميع العمال إلى مزاولة أعمالهم في أقرب وقت ممكن. جزء من حديثه ترجمة الزميل ياسر محمد أحمد. سوف نتذكر أنه في عام 2016 اتخذت الحكومة تدابير للوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها في مواجهة ترشيد الأزمة الاقتصادية. اليوم نحن نواجه وطئا ماليا واقتصاديا صعبا للغاية والإجراءات المتخذة للحد منها ليست سهلة. أعزائي الشركاء الاجتماعيين، المسار الذي سلكناه سويا لم يكن سهلا، لكن المصلحة المشتركة التي توجه أعمالنا ستقودنا بالتأكيد إلى تحقيق الأهداف. كما يجب أن نعمل على تحسين ظروف عمالنا، لكن يجب أن يتم ذلك على ضوء القدرة المالية الحقيقية لبلدنا. إن الوضع الذي تمر به بلادنا يتطلب الكثير من التفكير، وأن كل مواطن مطالب بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية عن طريق الحوار الاجتماعي الصريح والبناء. إن الحكومة تدعو كل مواطن إلى التحلي بالوعي للخروج من هذا الوضع العصيب. أيها الشركاء الأعزاء، أننا لا نستطيع التفاوض وفي نفس الوقت البقاء في المنزل. دعونا نمنح أطفالنا إنهاء العام الدراسي واجتياز الامتحانات بنهاية العام بثقة. كما نعطي شابنا فرصة للذهاب للعلاج، فمن خلال العمل يمكن متابعة موارد الدخل وتطهيره، وبالتواجد في مكان العمل يمكننا تطهير كشوف رواتب الموظفين ومتابعتها. إذا لنعمل سويا، لأننا لا يمكننا أن ننجح إلا سويا، وبالعمل والتشاور والثقة المتبادلة يمكن أن نواجه التحديات. وفي إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي الدائم، فإن الحكومة مستعدة دائما للحوار والتفاوض على أسس واقعية، وبفضل الحوار يمكن أن نتجاوز كل الأقبات. لقد تلقينا تعليمات من السلطات العليا بالجمهورية لمتابعة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وذلك بعد استئناف العمل في أقرب وقت ممكن، وعليه أدعو الجميع إلى التوجه إلى العمل في القطاعي العام والخاص.
ترأس وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبد الله ترأس فعاليات افتتاح الاحتفال بالعيد الوطني للشباب دورة 2018 بحضور حاكم إقليم سلا رمضان إردبو. عباس أبكر. توافد شباب إقليم سيلا بمختلف طبقاتهم الاجتماعية إلى مدينة قزبيضة حاضرة الإقليم للمشاركة في فعالية الاحتفال بعيد الوطني للشباب في نسخته هذه الذي يحمل شعار الرؤية المستقبلية للشباب في العام 2020-2030، كما أن هذه التظاهرة تخللتها عدة أنشطة ثقافية واجتماعية وكدر رياضية، وكانت أيضا فرصة لشباب الإقليم لتبادل الآراء والأفكار البناءة للمساهمة في بناء وتنمية الإقليم في مطلع عام 2020-2030. منسق اللجنة المنظمة للاحتفال بعيد الوطني للشباب محمد قلمي أوضح بأن الاحتفال بالعيد له دور فعال في تطوير مهارات الشباب، واصفا الشباب بأنهم يمتلكون رغبة قوية في تنمية المنطقة وتطوير ثقافاتهم. وفي نفس الإطار أشاد حاكم إقليم سيلا رمضان إردبو بمشاركة الفاعلة لشباب الإقليم مؤكدا بأن الشباب هم العنصر الأساسي للتنمية. وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل محمد نصر عبدالله عند كلمته الختامية للاحتفال بعيد الوطني للشباب دورة هذا العام شدد على ضرورة الاهتمام بالثقافة، مبينا بأن الحكومة أعطت وما زالت تعطي مكانة للشباب التشادي ولتشجيع الشباب للانخراط في أعمال التنمية بإقليم سيلا، فقد قدم أعضاء اللجنة المحلية عبر الهيئة الوطنية لدعم الشباب والرياضة ونجاسة شيكان ل37 شابا من الذين قدموا مشاريعهم طبقا للمعايير الخاصة لتنمية المنطقة. شكرا هذا هو. بعد إعلان موعد الامتحانات من قبل وزير التربية الوطنية أبو بكر صديق شاروما حول الاستعدادات الجارية لاستقبال الامتحانات، عد لنا الزميل محمد طاهر صالح هذا التقرير. بالرغم من الاضطرابات التي شابت المدارس التعليمية برمتها بمراحلها المختلفة الأساث والثانوي والجامعي وضرب القطاع التعليمي بشكل تام كاد أن ينتهي بنسبة ضياع مع انتهاء العام الدراسي، إلا أن الدولة وضعت كل ثقتها من أجل إنقاذ العام الدراسي وجعل الامتحانات تجرى في أوقاتها المحددة. وزارة التعليم كثفت جهودها ووضعت سقفا زمنيا لإجراء الامتحانات، وأكد وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة بأن الشهادات الفنية ستقام في 29 يونيو الحالي، بينما الشهادات المتوسطة أي الإعدادية ستقام في 2 يوليو المقبل، والشهادة الثانوية ستجرى في 16 من نفس الشهر. وهذه العملية إذا ما جرت في موعدها المحدد فإن إنقاذ العام الدراسي جاء بعد جهد جهيد من قبل الحكومة التي وضعت كل التدابير اللازمة لإجراء الامتحانات وإنقاذ التلاميذ من السنة البيضاء ورفع معنويات التلاميذ وأولياء أمورهم. ويبقى السؤال المطروح، هل استعد التلاميذ لهكذا امتحانات أم بنفوس مهزوزة بين إكمال العام الدراسي وضياعه؟ وهل نسب النجاح تكون عالية؟ كل هذه الأسئلة مطروحة ولكن الإجابة عنها عقب إعلان النتائج النهائية لامتحانات الشهادة. كما تجولت عدسة التلفزيون الوطني بالإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات والهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا بهدف التعرف والوقوف على الاستعدادات الجارية لامتحانات الشهادة الفنية والثانوية العامة وامتحانات شهادة التعليم الأساسي. الزميل محمود موسى الفيل رافق الفريق وعد لنا هذا التقرير. مع اقتراب امتحانات الشهادة الفنية والتعليم الأساسي والشهادة الثانوية العامة لدورة 2018، يلاحظ أن الجهات المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات ظلت تعمل بشكل اعتيادي من أجل تنظيمها في الوقت المحدد من قبل الوزارة المعنية. فهنا في مقر الإدارة الوطنية للامتحانات والمسابقات دناك، فإن التجهيزات تسير على قدم وساق وفق ما خطط لها. جهزنا الليست أنا كانديدا، جسنا سنتر انا اكزامي دول كل جاي، وهسا كده كل كملنا كملنا ونرجوك دات انا اكزامي ده. الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا أونكس
هي الأخرى أيضا في استعداد تام لتنظيم امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتي ستجرى في منتصف شهر يوليو المقبل. تم تعيين رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة في الشهادة الثانوية، والحمد لله يعني السنة تقريبا حوالي 95 مركز يفتح الشهادة الثانوية، وإن شاء الله الامتحانات حسب الخطة الوضعية ده يعني تبدأ يوم 16 شهر 6 الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم 21/6، بعد ذلك تلي الأنشطة الباقية مثل التصحيح وغيرها وغيرها النتائج. الحكومة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتنظيم الامتحانات والمسابقات على النمط المطلوب، وذلك تفاديا للسنة البيضاء وإنقاذ العام الدراسي 2017-2018. وننوه إلى أن امتحانات الشهادة الفنية ستنظم في تاريخ 29 من الشهر الحالي، بينما امتحانات شهادة التعليم الأساسي ستنظم في 2 من شهر يوليو المقبل، والشهادة الثانوية العامة ستجرى في 16 من يوليو من العام 2018. فحظا سعيدا لكل الممتحنين في المراحل التعليمية المختلفة. نظمت أكاديمية رويال حفلا بمناسبة نهاية العام الدراسي 2017-2018، كرمت من خلاله التلاميذ المتفوقين في المراحل التعليمية المختلفة. حضر المناسبة جميع أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية. خليل حسن. إنها النسخة الثالثة التي تكرم فيها أكاديمية رويال الطلاب المتفوقين في كافة الفصول الدراسية وتقديم جائزة التميز للمتفوقين في مرحلة الأساس والمتوسط والمرحلة الثانوية. احتفالية توجت بحضور أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي ومعلمي هذه المؤسسة. المدير العام لأكاديمية رويال يكبا سيرج وامي أهنأ المتفوقين وقال إن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع التلاميذ وغرس روح التنافس الشريف فيما بينهم، وأضاف بأنهم يسعون لتنفيذ تعهداتهم بتقديم تعليم نوعي وتكوين فردي للتلاميذ. مدير محو الأمية بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبد العزيز محمد أمين أشاد بأعمال الأكاديمية وقال إن التربية والتعليم يجب أن تكون لها الأولوية لأنها تبقى دائما أساسا للتنمية. وقد ختم هذا الحفل بعرض لإبداعات أطفال روضة أكاديمية رويال. وزارة الاقتصاد والتخطيط نظمت ورشة حول الخطة الوطنية للتنمية. محمد طاهر الحر من مدينة آتيا وهذا التقرير. يشهد هذه الأيام ملعب ثانوية فيليكس يوبوي لكرة السلة تحضيرات أحفاد الشوماي الذين سيشاركون في الدورة ما قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2019 والذي من المزمع تنظيمه بدولة الصين. خسارة أصدقاء علي سنال في المباريات الثلاث في الدورة الأولى من التصفيات التي احتضنتها العاصمة الكاميرونية ياوندي في شهور الماضية لم تكن حاجزا لأن يخوضوا مباريات الدورة الثانية من التصفيات، حيث يستهل المنتخب الوطني الجديد مشواره بملاقاة كل من غينيا الاستوائية الكاميرون ومتصدر المجموعة المنتخب التونسي. عندنا ماتش وايد الكابيتال اللي بانكم ستروها فوقها بكونت الجنيه عشان أنا عندنا أفانتاج فرص جنيرا من دورو لجنيرا يشيل أفانتاج فرصنا. تحضيرات بدأها أبناء النجيم جي عبدالله قبيل أسبوع من الانطلاقة الرسمية لمباريات الدورة الثانية من التصفيات التي ستجرى فعالياتها بمدينة باديس التونسية، في الوقت الذي بدأت فيه المنتخبات الأخرى التحضيرات قبيل أشهر من الآن. بدأنا لأي بتتر سنك ولا سيجور جي ما عديل سيرة هير التبريباراسيون را عندنا الشيء كي ما مادين الله فضل لنا ما ماشين دابا ترى جينا ماشين لنا فتشو كاليفيكاسيون ما ماشين للي قبل لنا بدو بيكيب كلو كل واحد بعد انترمان او دول بيويدا في كارتي و اسا كي انا غاينا كونسنتري غاينا سمو شغل كود غاي ورونا. رفع علم البلاد عاليا في المحافل الدولية ومشاركة المنتخب الوطني في كبرى البطولات وبخاصة كأس العالم كل من يسعى لتحقيقه مشجعي المنتخب الوطني الساو لكرة السلة، إلا أن هذا الحلم لا يتحقق إلا بدعم الحكومة للاعبين. هذا هو لسان حال
بعض المشجعين. وزعلنا كنور حكومة كبروا ما يساعدون عشان الناس كي كون دي جون يلا دعابة جديد قاب بلاب عندهم تمام لكن ما عندهم أبي قال يجو يدي يلا دالي عم باكر لي عم بكرة لي يال يالنا دول كلو يردوا لي عم باكر دالي جان كوراجي كيب ناسيونال 15 لائبا تضمنتهم قائمة المشاركين في هذه التصفيات من قبل المدرب الفني للفريق نجيم جي عبد الله، من بينهم توندي ديماش الذي يشهد أول ظهور له بالمنتخب الوطني، كما تضمنت القائمة أيضا 3 لاعبين دوليين آخرين. كان هذا تقرير الزميل حسن جدة حول استعداد المنتخب الوطني لكرة سلة الساو للمشاركة في الدورة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة، والذي سينظم في الصين في العام القادم، وسيقابل فيه منتخب الساو في هذه التصفيات كلا من غينيا كوناكري والكاميرون وتونس الدولة المستضيفة لهذه التصفيات. أعزائي المشاهدين، نختم النشرة بقراءة لهذه البرقية مقدمة من فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. باسمي وباسم الحكومة التشادية والشعب التشادي أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة الفوز الباهر الذي حققتموه في انتخابات بلدكم الجميل والحبيب تركيا، ونؤكد بأن تجديد الشعب التركي للثقة في شخصكم ما هو إلا نتيجة لالتزامكم بتعهداتكم والعمل الدؤوب الذي قمتم به خلال ولايتكم السابقة. أريد أن أجدد في هذه اللحظة السعيدة تعزيز الصداقة والأخوة والتعاون بين بلدينا وشعبينا، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في مهمتكم الجديدة. التوقيع فخامة رئيس الجمهورية رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو. هكذا مشاهدينا ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله.